أكد وفد مجلس النواب الذي يضم كل من سعادة النائب إيمان حسن شويطر وسعادة النائب حنان محمد فردان المشاركين في فعاليات إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، أكد أن من المشاركة في أعمال إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة يأتي تعزيزا للدور المحوري والمهم للمرأة العربية وتقديرا لمكانتها الرفيعة والمرموقة وانعكاسا للنهضة الحضارية المتكاملة والشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بدعم ملكي من لدن جلالة الملك المعظم. ونوه الوفد بأن الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية تأتي اتساقا مع ما توليه مملكة البحرين من متابعة حثيثة من صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لقضايا المرأة، والاهتمام الذي مكن المرأة البحرينية من الوصول لأعلى المناصب السياسية والبرلمانية وغيرها من المناصب.